خرجت هذه الرواية ابنة لهذه المعاناة الطويلة، وخرجت بالاسم الثلاثي بتاع أو اللي هو ممكن قراءته على ثلاث أنحاء. وأندرو نورنبرج بيقول لي لما بنعمل له الريليس، اللي هو الوكيل الأدبي يعني في لندن، بيقول لي طب الرواية بتاعتك دي في العربي بتحتمل ثلاث قراءات للعنوان، طب والمترجمين بتقول ده مشكلتهم مش دعوة أنا، وصحيح دي مشكلتهم. يعني أنا اللي اتعلمته مبكرا إن أنا أكتب أستاذ أحمد ودرش وتنشر، والله بقى ياخد جايزة البوكر حاجة جميلة، يهمل طيب حاجة مش جميلة، بس يعني ده شغلي أنا، لا هقول الناس ما بتفهمش ولا البيست سيلر هي أتفه الكتب، ومش دي مش شغلتي أنا الحكم على العقلية، أنا شغلتي التحكم في النص اللي بقدمه كي ينعكس على مرآة مجلوة هي مرآة القارئ. دي الفكرة لسه في الكتابة عني، في مكان ما في الرواية اللي بيقراها بيجي عند لحظة معينة فيدرك فجأة إن هذا العمل قد يكون عنوانه محال من الاستحالة أو المستحيل، وهو الإمساك باللحظة. هذه اللحظة وكل اللحظات ما هي إلا مرور دائم لا يمكن الإمساك به، بس إحنا الحياة تحيرنا تبهرنا بالبراق من ألوانها كي نرتاد ذهوبها فرحا وغفلة، ثم تفجأنا في الحنايا الصوادمة. قولوا لي على مكان واحد دخلت فيه أمريكا وزبطت معاها، يعني دخلت الصومال اتبهدلت، دخلت أفغانستان اتبهدلت، دخلت فيتنام اتبهدلت، دخلت العراق اتبهدلت. أنا نفسي يبان لهم بيان يبرر حتى الأفلام الهوليودية دي وفكرة الجحش الكبير ده اللي يبقى ماسك البتاعة كده، حتى الست اسمها ايه ودي مور دي، لا مور حاجة ديمي مور، راحت عاملة انها جندي ومش عارف ايه، وما دخلتش وسط المجموعة الا لما قالت كلمة كده بيستعملهاش الا الرجالة، يعني كلمة قلت ادب. ايه الكلام ده دي كارثة على المسار الانساني، واحنا اللي عاملين لها موضوع هنا في مصر لان اتضعنا ليهم. اظن في شهر 5 و6 يعني مايو او جولاي اللي فات كتبت على الفيسبوك انه سوريا متجهة لا محالة الى افق العراق، لا محالة. كل اللي بيحصل حاليا دلوقتي انا بشوفه من وجهة نظر، ممكن انا غلطان، تواطؤ اللي بتعمله الجامعة العربية، ايصال لسوريا الى الحالة العراقية، اللي بتعمله المؤسسات الدولية انه لا سوف نتدخل في سوريا، ان وارد استعمال اي سبل لمنع ما يحدث في سوريا، ده جزء من لايصالها للحاله دي. الخريطه العقائديه السوريه لما قامت الثوره، لحظه ما قامت فعلا ما كانتش مساله النصيريه اللي هم بيسموا نفسهم العلويين دول كذبا طبعا، هي الاساس. بس مع امتداد الوقت انت لازم تنحازي لحد، لان الناس بتموت بعض، فيبقى عندنا المسيحيين، والمسيحيين هناك مش زي هنا على فكرة، يعني في سوريا اوكسوزوكس بس سوريان لطاف كده شوية يعني، ومتساهلين ممكن ده يتجوز ده وده يتجوز ده، في سوريا ما عندهمش مشكلة في المسألة دي، وبيفش عندها كتير رهيبة. لا لبنان قصة تانية، انا بتكلم في سوريا دلوقتي عشان نركز، انما لا
بقى أرثوذكس سوريان احنا الموضوع، واشوريين اللي هم النصاطره والاثنين بيطردوا، والسنه احنا سنه انتوا سنه طب هنموتكم. كل المشهيات دي ورأس اغتصاب النساء، كل ده مشاهد بتتتابع عشان في نالة معينة للأسف واقعة لا محالة.